بكم أصدقائي في هذه السلسلة الجديدة من الفيديوهات والتي نخصصها لتلاميذ الباكالوريا المقبلين على الامتحانات. في هذه السلسلة سنتعرف على ما هي الفيغور دو ستيل في اللغة الفرنسية، ما هي أوجه المجاز في اللغة الفرنسية. في هذا الفيديو التقديمي سنتعرف على تعريف لوجه المجاز في اللغة الفرنسية لفيغور دو ستيل، وسنتعرف على مختلف أنواع أوجه المجاز لفيغور دو ستيل في اللغة الفرنسية. ونبدأ أولا بتعريف لفيغور دو ستيل، وجه المجاز. Une figure du style وجه المجاز ou de rhétorique أو وجه البلاغة يسمى وجه مجاز أو وجه بلاغة est un procédé هو طريقة qui consiste à rendre ce que l'on veut dire plus expressif هو طريقة لإرجاع ما نريد أو ما نود قوله أكثر تعبيرا plus impressionnant أكثر إثارة للإعجاب plus convaincant أكثر إقناعا plus séduisant أكثر جاذبية. إذن وجه المجاز في اللغة الفرنسية une figure du style أو وجه البلاغة de rhétorique هي طريقة لإرجاع ما نريد أو ما نود قوله أكثر تعبيرا plus expressif أكثر إثارة للإعجاب plus impressionnant أو أكثر إقناعا plus convaincant أو أكثر جاذبية plus séduisant. Elle est utilisée en littérature تستخدم في الأدب dans les beaux discours في الخطابات الجميلة mais aussi dans le langage courant وكذلك في اللغة العامية. Autrement dit, بطريقة أخرى أو بتعبير آخر une figure du style permet de créer un effet sur le destinataire d'un texte soit écrit soit parlé. إذن وجه المجاز في اللغة الفرنسية يسمح بصنع تأثير على المتلقي متلقي النص، هذا النص سواء كان مكتوبا أو منطوقا. ننتقل الآن للتعرف على مختلف تصنيفات لفيغور دو ستيل في اللغة الفرنسية. تقسم أوجه المجاز في اللغة الفرنسية إلى عدة أصناف. النوع الأول هو لفيغور دو ريبيتيسيون d'insistance هي أوجه المجاز التي تستعمل إما للتكرار la répétition أو الإلحاح d'insistance l'insistance ومنها l'anaphore l'épiphore le parallélisme la gradation إلى آخره. وهناك أوجه المجاز التي تستعمل للتضخيم l'amplification أو للتخفيف l'atténuation ومنها l'hyperbole la litote l'euphémisme ونوع آخر وهي أوجه المجاز التي تستعمل للتعارض لفيغور دوبوزيسيون وهي لانتيتاز لوكسيمور لو بارادوكس لاتلاج. وهناك نوع رابع وهي لفيغور دو سوبستيتيسيون أي أوجه المجاز للاستبدال وهي لا ميتونيمي لا سينيكدوك لو بيريفراز لانتيفراز. ونوع خامس وأخير وهي لفيغور دانالوجي التشابه أو l'équivalence كذلك التشابه أو التقابل وهي مثلا la comparaison, la métaphore, la personnification, l'animalisation. ونقرأ استخدام l'hyperbole كوجه من أوجه المجاز. L'hyperbole est un procédé qui consiste à exagérer une perception, un sentiment, en le grossissant à l'extrême. Et dans l'hyperbole, هو عملية تشتمل على المبالغة, l'exagération, النبالغ, exagérer. Exagérer une perception, النبالغة في تصور, un sentiment, في شعور أو إحساس, en le grossissant à l'extrême, وتضخيمه وتكبيره إلى الحد الأقصى. وإليكم بعض الأمثلة. Je meurs de faim. Je meurs de faim. أموت من الجوع. هنا الشخص المتكلم يبالغ في التعبير عن الجوع. يبالغ في التعبير إلى الحد الأقصى. الحد الأقصى للتعبير. هنا المتكلم لن يموت من الجوع بطبيعة الحال. لكن يستعمل هذا الوجه من أوجه المجاز l'hyperbole للمبالغة في التعبير. مثال آخر. J'ai une montagne de travail. J'ai une montagne de travail. لدي جبل من العمل أو لدي جبل من الأشغال. إذن هنا المتكلم ليعبر عن كثرة الأشغال التي تنتظره وكثرة الأعمال التي تنتظره أو العمل الكبير والمضني الذي ينتظره عبر عنه
عن طريق المبالغة إلى الحد الأقصى الإكستريم. إذن الليبربول كوجه من أوجه المجاز أو البلاغة يستعمل للمبالغة في الأشياء والتصورات والأحاسيس بتكبيرها وتضخيمها إلى الحد الأقصى. ونتعرف على استعمال la comparaison كوجه مجاز comme figure du style. La comparaison met en relation deux termes ayant un point commun. أي أن المقارنة تستعمل للربط أو لوضع علاقة ما بين كلمتين أو مصطلحين deux termes مصطلحين ayant un point commun لديهم نقطة مشتركة ويسميان un comparé مقارن et un comparant ou muqarin à l'aide d'un outil de comparaison bil-isti'ana bi-adat li al-muqarana. Hathihi al-adat takun imma comme, tel que, ainsi que, semblable à, de même que wa ghayriha min adawat al-muqarana. Idan la comparaison al-muqarana kawajh majaz yusta'malu li wad' 'alaqa ma bayna mustalahayn lahuma نقطة مشتركة أو نقطة اشتراك un point commun ويسميان un comparé مقارن et un comparant ومقارن à l'aide d'un outil de comparaison بالاستعانة بأداة للمقارنة. وأقدم لكم مثال حتى تفهموا جيدا. Tes yeux sont bleus comme le ciel. Tes yeux sont bleus comme le ciel. عيناك زرقاوين كالسماء. عيناك زرقاوين كمثل السماء. هنا في هذه الجملة تحمل وجه من أوجه المجاز وهو la comparaison. لماذا؟ لأن هنا مقارن ومقارن. هنا المقارن le comparé هو yeux عيناك أو عيناك tes yeux. المقارن le comparant وهو le ciel السماء. هنا نقطة الاشتراك هو bleu زرقاوين. العينان زرقاوين والسماء كذلك زرقاء. إذن هنا نقطة اشتراك. أداة المقارنة لوتي دو كومباريزون هي كوم كمثلي ك أو كمثلي. إذن هذه الجملة تحمل وجه من أوجه المجاز وهو لا كومباريزون. من شروط لا كومباريزون أن يتوفر لو كومباري المقارن ولو كومبارون المقارن وتكون بينهما نقطة اشتراك أي يتشابهان في شيء ما في نقطة ما ويجمع ما بين لو كومباري ولو كومبارون المقارن والمقارن بأداة للمقارنة لوتي دو كومباريزون وهي في هذه الجملة هي كوم. وننتقل إلى الاستعمال لا ميتافور. La métaphore met en relation deux termes, un comparé et un comparant, mais sans outil de comparaison. Et dans la métaphore, يشبه كما رأينا في الدرس السابق يشبه la comparaison, يشبه المقارنة. غير أن la métaphore لا نستخدم أداة للمقارنة. Et dans la métaphore, يضع علاقة ما بين مصطلحين, un comparant et un comparé, مقارن ومقارن. لكن بدون أداة للمقارنة mais sans outil de comparaison. إذن الفرق ما بين لا ميتافور و لا كومباريزون هو أن لا كومباريزون نضع أداة للمقارنة بينما لا ميتافور لا نضع أداة للمقارنة. وأعطيكم بعض الأمثلة للفهم. La vie est un voyage plein d'aventures. La vie est un voyage plein d'aventures. الحياة هي عبارة عن سفر مليء بالمغامرات. مليء بالمغامرات هنا مقارن وهو la vie un comparé ومقارن وهو le voyage un voyage. إذن نقارن الحياة بالسفر. إذن هناك وجه للتشابه ما بين الحياة والسفر لأن كليهما مليء بالمغامرات. هنا للإشارة نوعين من الميتافور. هناك نوعين من الميتافور. هناك النوع الأول الذي يكون فيه le comparé et le comparant المقارن والمقارن كليهما حاضران في الجملة. يعني هنا la vie المقارن و voyage المقارن
حاضرين في الجملة. هنا يسمى la métaphore in pari sentia. La métaphore in pari sentia. أي عندما يكون المقارن le comparé والمقارن le comparant حاضرين كليهما في الجملة. مثال آخر: une rose entra dans la pièce. Une rose entra dans la pièce. وردة دخلت إلى الغرفة. وردة دخلت إلى الغرفة. هنا تشبيه لفتاة أو امرأة بالوردة. إذن هنا المقارن غائب في الجملة. المقارن يفهم من سياق الجملة. هناك شخص جالس في غرفة ما ويلحظ امرأة أو فتاة داخلة إلى الغرفة ويعجب بها ويقول une rose entra dans la pièce. وردة داخلة إلى الغرفة. هنا المقارن غائب في الجملة بل يفهم من سياق الجملة، بينما المقارن une rose حاضر في الجملة. ويسمى هذا النوع من la métaphore in absentia. La métaphore in absentia. بالنسبة لي la métaphore يجب انتباه لشيئين مهمين جدا. الشيء الأول هو أن la métaphore يشبه كثيرا la comparaison، غير أن la métaphore يتم بدون أداة للمقارنة sans outil de comparaison. الشيء الثاني هو أن la métaphore ينقسم إلى نوعين. النوع الأول حيث يكون le comparé et le comparant، المقارن والمقارن حاضرين في الجملة، ويسمى هذا النوع la métaphore in pari sentia. والنوع الثاني حيث يكون المقارن غائب في الجملة ويكون فقط المقارن، ويسمى هذا la métaphore in absentia. وننتقل مباشرة إلى التعريف باستخدام la personnification كوجه من أوجه المجاز. La personnification est l'attribution d'un comportement ou des caractéristiques humaines à un objet, un élément naturel ou un animal. أي أن la personnification تعني إعطاء أو إسناد لتصرف أو سلوك بشري، تصرف un comportement ou des caractéristiques أي ميزات وأوصاف بشرية humaine à un objet لشيء، un élément naturel لعنصر طبيعي أو لحيوان ou un animal. La personnification بكل بساطة هي أن نعطي أو أن نمنح صفة أو سلوك بشري لشيء un objet أو un élément naturel أو عنصر طبيعي شجرة أو نهر أو سماء أو شيء من هذا القبيل أو لحيوان ou un animal. وأقدم لكم بعض الأمثلة. La rivière chante. النهر يغني. هل فعلا النهر يغني؟ لا، لكننا أعطيناه صفة من صفات البشر، صفة بشرية وهي الغناء للنهر. وهذا التعبير يفيد بأن النهر يصدر صوتا كالغناء. خرير المياه في النهر يصدر صوت شبيه بالغناء. وهذا وجه من أوجه التعبير وهو la personnification. مثال آخر: l'arbre étend ses bras dans la nuit froide. L'arbre étend ses bras dans la nuit froide. أي أن الشجرة تمد أذرعتها في الليل البارد. هنا استعارة لصفة بشرية وهي مد الذراع. هنا الشجرة تمد أذرعتها. إذن هنا استعارة لصفة بشرية وهي مد الذراع. وهذا ما يسمى la personnification وهو وجه من أوجه المجاز. À quelle rigueur, destin, tu me poursuis. هنا اقتباس لجون غاسين من مسرحيته فيدغ، يقول فيها: بأي صرامة أو بأي حزم، à quelle rigueur, destin, يا أيها القدر، destin, tu me poursuis, تتبعوني. هنا جون غاسين يخاطب القدر le destin كشخص أو كإنسان ويقول له: à quelle rigueur, بأي حزم، يا أيها القدر، تتبعوني، tu me poursuis. أصدقائي للتعريف باستخدام la métonymie. La métonymie consiste à remplacer un mot par un autre mot proche et ayant un lien logique avec le premier. يعني أن
نعوض كلمة بكلمة أخرى قريبة أو لها رابط منطقي مع الكلمة الأولى. وأعطيكم بعض الأمثلة للفهم. Boire un verre. Boire un verre. يشرب كأسا. هنا تم تعويض كلمة ماء أو عصير بكأس. لماذا؟ لأن هناك رابط منطقي ما بين الماء والكأس، ويسمى هذا التبديل تبديل كلمة بأخرى، وهو وجه من أوجه المجاز بالميتونيمي. مثال آخر: Toute la ville est en fête. Toute la ville est en fête. كل المدينة في حفلة. كل المدينة في حفل. هنا نفهم بأن المتكلم يقصد أن جميع سكان المدينة محتفلين. هنا تم تعويض كلمة سكان لزابيتون بلافيل. لماذا؟ لأن هناك رابط منطقي أو تقارب ما بين السكان والمدينة. مثال آخر: C'est une décision du palais. C'est une décision du palais. هذا قرار القصر. هذا قرار القصر. المعلوم بأن القصر لا يقرر. هنا تم تعويض كلمة ملك، والملك هو الذي يوجد بالقصر، بالقصر. هنا تبديل كلمة بكلمة أخرى يكون بينهما قرابة في المعنى، أو يكون بينهما رابط منطقي، رابط منطقي. وهذا ما يسمى في اللغة الفرنسية بلاميتونيمي، وهو وجه من أوجه المجاز يفيد تغيير كلمة بكلمة أخرى، والكلمة الثانية تكون لها علاقة قرابة في المعنى مع الكلمة الأولى، أو هناك رابط منطقي بين الكلمتين. ننتقل الآن أصدقائي مباشرة للتعريف باستخدام لا سينيك دوك. La synecdoque doc, c'est une forme particulière de métonymie. أي أن la synecdoque doc هي شكل أو نوع خاص من la métonymie. وقلنا بأن la métonymie هي تعويض كلمة بكلمة أخرى قريبة لها من حيث المعنى، أو بينهما رابط منطقي. بينما هنا la synecdoque doc، وهي كما أشرنا إلى ذلك هي نوع خاص من la métonymie، تعوض الجزء مقابل الكل. La partie pour le tout, أو الكل مقابل الجزء. Le tout pour la partie, أو la matière pour l'objet, أو المادة مقابل الشيء. وأقدم لكم بعض الأمثلة للفهم. Il y a une voile à l'horizon. هناك شراع في الأفق. هنا شراع يحيل أو يشير إلى وجود باخرة، يحيل إلى وجود سفينة. هنا تم تعويض كلمة سفينة بلا فوال، بالشراع. وجه المجاز هذا هو نوع من لا ميتونيمي، أي أنه تم تبديل كلمة بكلمة أخرى قريبة إليها وبينهما رابط منطقي. هذا هو لا ميتونيمي. لكن لا سينيكدوك يعني أنه تم تغيير الكل من أجل الجزء، أي أنه تم تغيير السفينة كلها بالشراع، وهو جزء من السفينة. مثال آخر: Il y a environ 200 têtes dans ce théâtre. هناك ما يقرب على 200 رأس في هذا المسرح. هنا 200 رأس نقصد بها 200 شخص، 200 فرد. إذن هنا تم تغيير الكل بالجزء، الكل بالجزء. مثال آخر: La France a gagné par 2-0 contre l'Italie. La France a gagné par 2-0 contre l'Italie. أن فرنسا ربحت 2-0 أمام إيطاليا. هنا هل فرنسا كلها تلعب المباراة؟ لا، الفريق وحده من يلعب المباراة. إذن هنا تم تغيير الجزء بالكل، الجزء بالكل، يعني عوض الإشارة إلى فريق أشرنا إلى الدولة كلها. ووجه المجاز المستخدم هنا هو لا سينيك دوك. إذن كتلخيص، فإن لا سينيك دوك هو نوع من لا ميتونيمي. لا ميتونيمي كما رأيناها هي تغيير كلمة بكلمة أخرى تشبهها من حيث المعنى، أو قريبة إليها، أو بينهما رابط منطقي. لكن لا سينيك دوك هو تغيير كلمة بكلمة أخرى تكون بينهما علاقة جزء مع الكل، أو كل مع الجزء، أو كذلك علاقة المادة مع الشيء. يمكننا أن نشير إلى الشيء عن طريق مادته، يمكن أن نشير إلى الشيء عن طريق مادته، أو كذلك حتى لونه.
وأقرأ عليكم استعمال l'anaphore كوجه من أوجه المجاز. Répétition d'un mot ou d'un groupe de mots en début de phrase, de verbe ou de proposition. إذن هو تكرار لكلمة un mot أو مجموعة من الكلمات un groupe de mots في بداية الجملة أو في بداية السطر الشعري verbe أو في بداية العبارة proposition. إذن l'anaphore هو تكرار لكلمة أو مجموعة من الكلمات في بداية الجملة أو في بداية السطر أو البيت الشعري أو في بداية العبارة. لماذا؟ للتعبير عن الإلحاح والتأكيد على نفس الشيء. أقدم لكم مثالا، وهذا المثال هو عبارة عن مقطع من قصيدة شعرية للشاعر غيوم أبولينير يقول فيها: Il y a des petits ponts et bâtons, il y a mon cœur qui bat pour toi. Il y a une femme triste sur la route, il y a un beau petit cottage dans un jardin, il y a six soldats qui s'amusent comme des fous, il y a mes yeux qui cherchent ton image. إذن في هذا المقطع الشعري هناك كلمة أو مجموعة من الكلمات هي إليا تتكرر في كل بيت شعري من أجل التأكيد ومن أجل الإلحاح على نفس الشيء. إذن أقرأ عليكم استعمال la gradation كوجه من أوجه المجاز. La gradation consiste à accumuler des termes dont l'intensité est croissante ou décroissante. أي أن la gradation التدرج كوجه من أوجه المجاز يستعمل لتراكم مجموعة من المصطلحات des termes حيث شدتها إما في تناقص أو في تزايد. أي أننا في جملة واحدة تعبر عن la gradation تحمل معنى la gradation نجد مجموعة من المصطلحات مرتبة متراكمة إما من حيث الشدة تكون تناقصية أو تكون تزايدية croissante ou décroissante. وأقدم لكم بعض الأمثلة للفهم: Je me meurs, je suis mort, je suis enterré. Je me meurs, je suis mort, je suis enterré. هذا اقتباس لمولير من مسرحيته لافار يقول فيها: أنا أموت، أنا ميت، أنا مدفون، أنا مدفون تحت الأرض. Je suis enterré. إذن هنا تدرج في المصطلحات من الأقل شدة إلى الأكثر شدة. يقول مولير في هذا الاقتباس: Je me meurs، أنا أموت. Je suis mort، أنا ميت. Je suis enterré. إذن هذا الاقتباس يحمل وجه من أوجه المجاز وهو la gradation التدرج. مثال آخر وهو لكورناي في مسرحيته التراجيديا لوسيد يقول فيه: Va, cours, vol, une venge. Va, cours, vol, une venge. أي اذهب، اجري، طر وتأر لنا. اذهب، va, cours, اجري، vol, طر، une venge وتأر لنا. إذن هنا تدرج في المصطلحات من الأقل شدة إلى الأكثر شدة. إذن la gradation بكل بساطة هي تراكم لمجموعة من المصطلحات حيث تكون شدتها إما تناقصية أو تزايدية حسب رغبة المتكلم. وننتقل مباشرة إلى التعريف باستخدام l'antithèse كوجه من أوجه المجاز. L'antithèse consiste à rapprocher deux pensées, deux expressions, deux mots opposés pour mieux faire ressortir le contraste. أي أن l'antithèse يستعمل للتقريب ما بين فكرتين أو تعبيرين، deux expressions أو كلمتين. وهذه الأفكار والتعبيرات والكلمات تكون متعارضة فيما بينها opposé. Pour mieux faire ressortir le contraste, أي من أجل توضيح التباين ما بين الفكرتين أو الكلمتين أو التعبيرين. وجه التعبير هذا لانتيتاز يشبه كثيرا لوكسيمور، يشبه لوكسيمور، لكن الفرق بينهما هو أن لوكسيمور يتضمن كلمتين متعارضتين يحملان معنى متضاد في نفس التركيب التعبيري، لكن لانتيتاز يتضمن إما فكرتين أو تعبيرين، deux expressions أو كلمتين متعارضتين بشكل متناظر أو متقابل. وأقدم لكم الأمثلة للفهم: Je vis,
Je meurs, je me brûle et me noie. في هذا الاقتباس للشاعرة لويز لابي هناك مثالين للانتيتاز في هذا الاقتباس Je vis, je meurs, أعيش, أموت هنا تعبيرين متقابلين أموت, أعيش Je vis, je meurs, je vis, je meurs هنا تقريب لتعبيرين وهو ما يسمى الانتيتاز نكمل في نفس الاقتباس Je me brûle et me noie هنا هذا الوجه المجازي يفيد إظهار التباين لو كونتراست التباين ما بين الفكرتين أو ما بين التعبيرين مثال آخر Il arrive pauvre dans la ville, il y en pas riche Il arrive pauvre dans la ville, il y en pas riche أي قدم أو أتى فقيرا إلى المدينة وذهب منها غنيا أتى فقيرا إلى المدينة وذهب منها غنيا هنا في هذا المثال عبارتان تحملان فكرتين متناقضتين أو متعارضتين وذلك من أجل إظهار التباين الذي تحمله فكرة هذه الجملة وهو أن هذا الرجل الذي أتى للمدينة فقيرا قد ذهب منها غنيا هنا لإظهار هذا التباين تم استخدام هذا الوجه المجازي وهو الانتيتاز مثال آخر L'avare partout en voulant tout gagner, أي أن البخيل يخسر كل شيء من أجل أن يربح كل شيء. هنا كذلك فكرتين متناقضتين في نفس الاقتباس وهذا الوجه المجازي يسمى كما رأينا ذلك الانتيتاز من أجل إظهار التباين ما بين الفكرتين. وهنا كمعلومة فإن الانتيتاز يشبه كثيرا لوكسيمور لذلك لا تسقط في هذا الخطأ. لوكسيمور يجمع ما بين مصطلحين متضادين في نفس التركيب التعبيري أقول في نفس التركيب التعبيري أي في نفس العبارة بينما لانتيتاز يضع الفكرتين أو العبارتين أو الكلمتين المتضادتين بشكل متناظر كما رأينا ذلك في هذه الأمثلة ونبدأ باستعمال l'oxymore كوجه من أوجه المجاز L'oxymore consiste à réunir deux termes de sens contraire à l'intérieur d'un même syntagme أي أن l'oxymore يستعمل للربط ما بين مصطلحين deux termes كلمتين أو مصطلحين de sens contraire بمعنى متضاد أي أن الكلمة تكون مضادة للأخرى من حيث المعنى وتسمى كذلك في اللغة الفرنسية les antonymes الكلمات المتضادة à l'intérieur d'un même syntagme أي في داخل نفس التركيب التعبيري le syntagme هو تركيب تعبيري سواء كان تركيب فعلي أو تركيب اسمي إذن فإن الكلمتين المتضادتين أو المصطلحين المضادين يكونان في نفس التركيب التعبيري أو في نفس العبارة بشكل متجاور وأقدم لكم بعض الأمثلة C'est obscur clarté qui tombe des étoiles C'est obscur clarté qui tombe des étoiles أي هذا النور المظلم الذي يسقط من النجوم هنا كلمتين متضادتين هما obscur و clarté لا يشترط أن يكون من نفس النوع أن يكون مثلا adjective و adjective أو اسم و اسم يكفي أن يحمل معاني متضادة هنا obscure يعني الظلمة مظلم من l'obscurité الظلمة la clarté النور أو الإضاءة أو الوضوح كذلك إذا لدينا في هذه الجملة وجه مجاز وهو l'oxymore والذي يشير إلى الجمع ما بين كلمتين أو مصطلحين متضادين من حيث المعنى داخل نفس التركيب التعبيري مثال آخر un mort vivant أي ميت حي هنا مصطلحين متضادين مثال آخر une folie raisonnable أي حمق أو جنون معقول هنا الكلمتين تحملان معنى متضاد وهذا الأسلوب في اللغة الفرنسية أو هذا التعبير المجازي يسمح بإعطاء رسالة أو مغزى ما بين السطور أي أنه لا يستعمل عبثا ولذلك تم إدراجه بين أوجه المجاز لفيغور دو ستيل في اللغة الفرنسية
نبدا اولا بتعريف لا بيريفراز. Une périphrase consiste à dire en plusieurs mots ce qu'on pourrait dire en utilisant un seul terme. اذا لا بيريفراز بكل بساطه هي قول عن طريق مجموعه من الكلمات dire en plusieurs mots ما نستطيع قوله بكلمه واحده. مثلا اقول la ville lumière, la ville lumière, مدينة الأنوار للإشارة إلى باريس. إذا مجموعة هذه الكلمات هي فقط للتعبير عن شيء واحد والذي هو مدينة باريس. أقول مثلا كذلك la langue de Molière, la langue de Molière, للإشارة إلى اللغة الفرنسية la langue française. أقول كذلك le toit du monde, le toit du monde, سقف العالم, للإشارة إلى سلسلة جبال الهيمالايا. يمكن أن نقول كذلك le miroir de l'âme, مرآة الروح. هذه العبارة تدل على الأعين les yeux, الأعين هي مرآة الروح. La périphrase بكل بساطة هو قول مجموعة من الكلمات للتعبير عن شيء يمكن قوله باستعمال كلمة واحدة. نبدأ أولا بتعريف l'antiphrase. L'antiphrase est une figure de style par laquelle on laisse entendre le contraire de ce que l'on veut vraiment dire ou écrire. On emploie un mot ou une proposition dans un sens contraire à son véritable sens. Et dans l'antiphrase أولاً هو une figure de style, هو تعبير مجازي, par laquelle on laisse entendre le contraire de ce que l'on veut vraiment dire ou écrire. والذي من خلاله نترك المتلقي يفهم ضد ما نريد فعلا قوله أو كتابته. تعبير المجاز هذا يسمح لنا بإفهام المتلقي المعنى المضاد للذي نريد فعلا قوله أو كتابته. On emploie un mot ou une proposition dans un sens contraire à son véritable sens. نستعمل كلمة أو عبارة, un mot ou une proposition dans un sens contraire, في معنى معارض, à son véritable sens, معارض لمعناها الحقيقي. تعبير المجاز هذا يستعمل للسخرية, لغني السخرية. مثلا أقول quel temps magnifique, quel temps magnifique, يا له من جو جميل. هذا التعبير يمكنني أن أستعمله بشكل ساخر من أجل قول cette pluie m'agace, هذه الأمطار تزعجني. مثلا تستيقظ الصبح تريد أن تقوم بنزهة, تفتح النافذة فإذا بك تجد الأمطار غزيرة. تقول quel temps magnifique, يا له من جو جميل, أنت تقصد أن هذه الأمطار تزعجك. تقول بشكل ساخر يا له من جو جميل. إذا الانتيفراز هو أن نقول عبارة تحمل معنى مضاد عن ما نفكر فيه حقا. مثال آخر فيليسيتاسيون, تهانية, فيليسيتاسيون. يمكن قول هذه العبارة مثلا pour reprocher à quelqu'un une bêtise, pour reprocher à quelqu'un une bêtise, من أجل لوم شخص ما على غلطة قد اقترفها. مثلا أخوك الصغير اقترف خطأ فادحا, تقول له تهانية, فيليسيتاسيون, بشكل ساخر, أنت تقصد أن توبخه, أن تلومه. فيليسيتاسيون هذه العبارة تحمل الفكرة التي تتعارض مع ما نريد قوله. مثال آخر continue, c'est vraiment joli, تابع, هذا جميل حقا. مثلا هذه العبارة يمكن أن نقولها لشخص, à quelqu'un qui chante faux, لشخص يغني بشكل خاطئ. تستعمل عبارة تحمل معنى منافي للذي تريد أن تقوله فعلا. أولا وكتعريف لليفيميزم, un euphémisme
est une figure de style qui consiste à employer une expression adoucie ou un mot pour évoquer une idée désagréable. نشرح بالعربية. Un euphémisme est une figure de style qui consiste à employer une expression adoucie. Et l'euphémisme هو تعبير مجازي qui consiste à employer une expression adoucie والذي يتوقف على استعمال عبارة مخففة une expression adoucie عبارة مخففة ou un mot ou كلمة pour évoquer une idée désagréable من أجل استحضار فكرة غير سارة فكرة سيئة إذن الإفميزم بكل بساطة هو استعمال لعبارة مخففة une expression adoucie أو كلمة مخففة ou un mot adouci من أجل استحضار فكرة سيئة أو فكرة غير سارة بالنسبة للمتلقي وضده هو الهايبربول رأينا في دروس سابقة أن الهايبربول هو التضخيم التضخيم من شيء أقول مثلا j'ai une montagne de travail لدي جبل من العمل بينما الهايبربول هو تخفيف الفكرة وأعطيكم مثالا elle nous a quitté تركتنا أو يمكن أن نقول elle a rendu le dernier soupir Elle a rendu le dernier soupir. أي لفظت آخر أنفاسها. إذن هاتين العبارتين elle nous a quitté أو elle a rendu le dernier soupir هي عبارات مخففة لكي لا نقول elle est morte au lieu de dire elle est morte لكي نخفف من هول الصدمة على المتلقي نقول عبارات مخففة أو عبارات ملطفة من أجل التعبير عن فكرة سيئة أو فكرة غير سارة مثال آخر نقول مثلا les pays en voie de développement les pays en voie de développement البلدان التي هي في طريق النمو هذه العبارة شائعة جدا تستعمل فقط من أجل ألا نقول les pays pauvres البلدان الفقيرة إذا لتجنب أن نقول تلك البلدان الفقيرة نقول les pays en voie de développement الدول السائرة في طريق النمو نبدأ أولا بتعريف لوكياسم Le chiasme consiste à disposer les termes de manière croisée suivant la structure ABBA. Le chiasme consiste à disposer les termes de manière croisée suivant la structure ABBA. Et dans le chiasme, بكل بساطة, هو وضع مجموعة من المفردات, مجموعة من الكلمات بطريقة متقاطعة, de manière croisée, حسب البنية, suivant la structure ABBA. أقدم لكم مثالا Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. يجب أن نأكل من أجل أن نعيش وليس أن نعيش من أجل أن نأكل. هذه المقولة مقتطفة من مسرحية لافاغ لمولياغ. كما تلاحظون هنا الكلمة A هي manger. Il faut manger pour vivre. الكلمة B هي vivre et non vivre. هنا الكلمة B pour manger الكلمة A le chiasme هو أن نضع الكلمات أو المفردات بهذا الشكل A B B A manger vivre vivre manger لكن أصدقائي ليس من الضروري أن تكون نفس الكلمات يمكن أن تكون الكلمات متعارضة مثلا vous êtes aujourd'hui ce qu'autrefois je fus Vous êtes aujourd'hui ce qu'autrefois je fus. أنت اليوم ما كنت أنا عليه سابقا. أنت اليوم vous êtes aujourd'hui ce qu'autrefois je fus. ما كنت أنا عليه سابقا. نأخذ الكلمة A التي هنا هي الفعل être. هنا صرف الفعل être في le présent. Vous êtes. أنت اليوم. وهنا صرف الفعل être نفس المفردة صرف في le passé simple
بالنسبة للكلمة بي لدينا aujourd'hui و autrefois اليوم وقديما سابقا فيما قبل autrefois إذن هاتين الكلمتين متعارضتين إذن كما قلت ليس من الضروري أن تكون الكلمات 100% متشابهة يمكن أن تكون متعارضة مثال آخر Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera. Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera. هذه المقولة مقتطفة من مسرحية Les Plaideurs de Jean Racine. مثل الذي يضحك الجمعة. Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera. الأحد يبكي. نأخذ الكلمة A هنا هي الفعل rire. صرف في le présent. الكلمة A هنا هي فعل pleurer, بكى, صرف في le futur simple. ما بين الكلمتين A هنا و A هنا تعارض. أما بالنسبة لي الكلمة B لدينا vendredi و dimanche. هاتين الكلمتين تدلان على أيام الأسبوع. الذي يجب أن تتذكروه بالنسبة لي le chiasme هو أن البنية تكون A B B A. ما بين A الأولى و A الثانية أو B الأولى أو B الثانية يمكن أن تكون علاقة تعارض كما يمكن أن يكون هناك رابط مشترك بينهما مثلا هنا vendredi و dimanche الرابط المشترك بينهما هو أنهما من أيام الأسبوع نبدأ أولا أصدقائي بالالليتيراسيون. Une allitération est la répétition d'un son identique. Le terme allitération est employé pour la répétition de consonnes. Elle sert à créer différents effets comme reproduire ou évoquer un bruit associé à un élément, produire une musicalité, etc. Et dans l'allitération بكل بساطة est la répétition d'un son identique. هي تكرار صوت متشابه. Le terme allitération est employé pour la répétition de consonnes. المفردة allitération تستعمل من أجل تكرار les consonnes. الحروف الصامتة les consonnes. Elle sert à créer différents effets. تستعمل l'allitération من أجل خلق مجموعة من المؤثرات comme reproduire ou évoquer un bruit associé à un élément. مثلا كإنتاج أو استحضار صوت يتعلق بعنصر. Produire une musicalité, أي إحداث أو إنتاج موسيقى, etc. وغيرها. ولكي نفهم أكثر دعونا نرى بعض الأمثلة. هذه الجملة مقتطفة من مسرحية Andromaque لجان غاسين. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? لمن هذه الأفاعي التي تصفر فوق رؤوسكم؟ هنا الصوت الذي يتكرر هو S. لدينا pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? استعمل الالليتيراسيون هنا في هذه الجملة من أجل الإيحاء للمتلقي صوت الأفعى من أجل استحضار صوت الأفعى في اللغة العربية هو الفحيح هنا عندما نسمع هذه الجملة أو نقرأها نستشعر صوت الأفعى أقرأ pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes إذن هذا التعبير المجازي بكل بساطة هو تكرار نفس الصوت أو تكرار نفس الحروف الصامتة لكونسون نأخذ مثال آخر وهو من مسرحية إيفيجيني لنفس الكاتب جان غاسين أقرأ Je sentis contre moi mon cœur se déclarer J'oublie ma colère et ne suis que pleurer في هذين البيتين الشعريين نلاحظ تكرار الصوت ك عن طريق استعمال الحرف الصامت سي Je sentis contre moi mon cœur se déclarer. لدينا هنا الصوت ك. أشعر بقلبي ضدي ينتفض. Je sentis contre moi mon cœur se déclarer. هنا استعمل الصوت ك من أجل التعبير عن دقات القلب.
اسمعوا معي جيدا. Je sentis contre moi mon cœur se déclarer. Que, كأنها دقات قلب. ولدينا في هذين السطرين كذلك تكرار للحرف الصامت la consonne R. لاحظوا Je sentis contre moi mon cœur se déclarer. J'oubliais ma colère et ne sus que pleurer. أحس بقلبي ضدي ينصفض. نسيت غضبي. J'oubliais ma colère et ne sus que pleurer. ولم أعرف سوى البكاء. إذن حالة المتكلم هنا وفي الحقيقة هي متكلمة هي امرأة حالتها تبكي. البكاء يمكن أن نتحسسه من خلال الصوت آغ كأننا نسمع نحيبا. Je sentis contre moi mon cœur se déclarer. J'oublie ma colère et ne suis que pleurer. إذن كما رأينا أصدقائي لا littération بكل بساطة هي تكرار صوت أو حرف صامت une consonne من أجل إنتاج أو استحضار صوت متعلق بعنصر ما كما رأينا في المثال الأول العنصر هو الأفاعي استحضار صوتهم ويمكن استعمال لليتغاسيون كذلك من أجل إنتاج أو إحداث صوت موسيقي produire une musicalité. نتقل الآن أصدقائي إلى l'assonance. L'assonance est une figure de style qui consiste à la répétition d'une même voyelle sans vocalique, l'effet recherché est la mise en relief d'une sonorité qui peut être en lien avec le propos. إذا كنا في l'allitération, نعيد نفس الحرف الصامت, la même consonne. في l'assonance, نعيد نفس la voyelle, نفس الحرف المتحرك. أو le son vocalique تلك الأصوات التي ترتبط بالأحرف المتحركة ب les voyelles. L'effet recherché التأثير المبحوث عنه التأثير الذي نريده et la mise en relief d'une sonorité هو إظهار صوت يمكن أن يكون له رابط مع الشيء الذي نتحدث عنه avec le propos. نأخذ مثالا لقصيدة شعرية للشاعر فغلان بعنوان شانسون دوتون أغنية الخريف. بول فيرلين شانسون دوتون لي سانغلو لون لي فيولون دو لوتون بلس مون كور d'une langueur monotone. إذن كما قلنا l'assonance هو تكرار نفس la voyelle يعني نفس الصوت المتحرك أو le son vocalique. هذا التكرار يسعى من خلاله الشاعر من أجل إظهار صوت une sonorité لها علاقة مع ما يقال. هنا الشاعر يتحدث عن فصل الخريف استعمال هذه الأصوات يوحي بالجو الذي يطبع فصل الخريف وبرتابة فصل الخريف. إلى هنا أصدقائي قد انتهى هذا الدرس. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. لا تنسوا أن تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم وإلى الدرس القادم وإلى اللقاء.